عبد الله غاث. اسمه عبد الله حمدي الحسيني غاث، ولد يوم 28 يناير سنة 1930 في كفر شلشلمون بمنيا القمح في الشرقية. تزوج الفنان عبد الله غاث صغيرا وعمره 18 سنة من ابنة خالته التي رافقته طوال رحلة عمره وأنجبت له أدهم وعبلة والحسيني، وكان محافظا في بيته لا يخلط بين صداقات الفن وجو الأسرة إلا في أضيق الحدود. توفي والده وهو لا يزال صغيرا فاستمر في دراسته بالقرية، إلا أنه كان تلميذا شقيا يحب الهروب من المدرسة ليذهب إلى السينما والمسارح والحفلات الصباحية، وبالكاد حصل على الإعدادية ثم الثانوية، وظل بعدها يعمل بالزراعة ويشرف على أرضه مدة 10 سنوات. ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية بإشراف أخيه حمدي غاث الذي عمل أستاذا بالمعهد بعد رجوعه من بعثته بباريس. عرف أنه أفضل من قدم المسرح الشعري، فقد رشحه عميد المسرح يوسف وهبي ليخلفه على خشبة المسرح، وبكت عليه جيهان السادات عندما مات في الوزير العاشر. رفض التنازلات الفنية ليظل أحد أبرز نجوم المسرح العربي طوال 50 عاما. التحق عبد الله غاث بالمسرح القومي وهو لا يزال طالبا في المعهد، ولم يصادف أي مشكلة في دخوله عالم الفن. ثم تتلمذ على يد شقيقه حمدي غاث وعمل بالتلفاز. له مشوار فني حافل بالعديد من المسلسلات والأفلام الدينية والتاريخية التي برع في أدائها حتى كاد أن لا يخرج عنها في أواخره. بدأ الفنان عبد الله غاث مشواره السينمائي سنة 1962 في فيلم لا وقت للحب، وعام 1963 في فيلم رابع العدوية، وفيلم ثمن الحرية عام 1964، وأدهم الشرقاوي، وحكاية من بلدنا، والسمان والخريف، وجفت الأمطار، والحرام. ويرجع سبب قلة أفلامه إلى عدم استعداده لتقديم أي تنازلات، وكان يدقق فيما يختاره ويناسبه من الناحية الفنية. كما قدم في المسرح القومي أعمال كلاسيكية مترجمة وصلت إلى مئات المسرحيات، منها وراء الأفق، وحبيبتي شامينة، الخال فانيا، ودنشواي الحمراء، كفاح شعب، مأساة جميلة، تحت الرماد، الدخان، الكراسي، الوزير العاشق، مرتفعات ويذرينج، ملك القطن، آه يا غجر، وزير سالم، وكثيرا ما كانوا يرشحونه للأدوار الصعبة. أما في عالم التلفزيون اشتهر في العديد من المسلسلات الناجحة، أولها مسلسل هارب من الأيام، الصبر، الثعلب، المال والبنون، محمد رسول الله، الحرية، الكبرياء تليق بالفرسان، وآخرها ذئاب الجبل. وقع اختيار المنتج والمخرج السوري مصطفى العقاد على عبد الله غاث للقيام بدور حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في فيلم الرسالة عام 1976. كان أنتوني كوين يقف معجبا مجدوها وهو يتابع عبد الله غاث، حيث قال: لو كان عبد الله غاث في أوروبا أو أمريكا لكان له شأن آخر. وأيدته النجمة العالمية في هذا الرأي قائلة إن عبد الله غاث فنان عالمي على مستوى عالم. لم يكن عبد الله راغبا في التردد على الأطباء أو المستشفيات، لذلك لم تكتشف إصابته بسرطان الرئة والكبد معا إلا في مراحلهما الأخيرة، وكان وقتها يعمل في مسلسل ذئاب الجبل وفي مسرحية آيا غجر. تحامل على نفسه
حتى انتهت المسرحية، ولم يستطع إكمال 4 مشاهد من ذئاب الجبل. وأثناء وجوده بالمستشفى فوجئ بوفد ليبي ينوب عن الرئيس العقيد معمر القذافي، يبلغه بأن هناك طائرة طبية خاصة تنتظره لنقله إلى أي بلد في العالم للعلاج. أخبرهم طبيبه الخاص بأن الأوان قد فات. رحل عبد الله غيث عن الدنيا يوم الأربعاء 13 مارس سنة 1993 عن عمر يناهز 63 عاما على أثر أزمة قلبية مفاجئة. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.